الفيلم الرائع حب في الزنزانة اللي عمله الأستاذ محمد فاضل وقامت ببطولته طبعا الفنانة الكبيرة الراحلة سعاد حسني، ليه ما اختاركيش لازم دي؟ اختارني. أنا هقول لك بقى عشان تعرف قد إيه هو موضوع. اختارني. أنا مضيت، أنا وأحمد زكي مضينا الضوء. اللي حصل؟ مضينا، يعني هو جابني أنا وأحمد زكي كوجهين جداد، يعني إحنا الاثنين كنا وجوه جديدة، وأنا مضيت وأحمد زكي مضى. وفجأة قريت في الجرايد إن الفيلم هيتعمل بسعاد حسني وعادل إمام، وعرفت إن يعني منتج تاني، ما كانش هو نفس المنتج يعني. والله ما زعلت، بحلف لك بالله. طب هو الأستاذ محمد فاضل ما قالكيش؟ قال لا، ما قاليش الأول، ما قاليش إنه حصل كده. لا، ما كناش لسه، ما كنتوش اتجوزتوا؟ كناش ارتبطنا. لا بس كنتوا أصدقاء. كنا لا، بس ما قاليش الصداقة. ما قاليش والله. أنا كنت في مسلسل في عجمان وقريت وضحكت. ما زعلتيش ليه؟ لأن أنا حطيت نفسي مطرحه، قلت لو أنا عندي بنت لسه صغيرة، ممثلة صغيرة كده، ومنتج بيجيب لي سعاد حسني، هاخد مين؟ طبعا سعاد حسني. يعني هي الموضوعية بتقول كده. بس القلب لو انا بحبها هاخد اللي لا، عرفت بقى، عرفت هو قد ايه هو موضوعي. طبعا احمد زكي جات له ازمه بقى يعني نفسيه، وقعد يعيط وبتاع، وان هما الفيلم راح منه، راح لعادل امام، راح لعادل امام. لكن انا ما زعلتش ليه؟ قلت الله، والله انا لو مطرحه هعمل كده.